عمرك سمعت عن الفاكهة اللي بتاكل البشر؟ الفاكهة دي حرفيا انت بتاكلها وما تعرفش ان هي بتاكلك. الموضوع مش غامض، الفاكهة دي هي الاناناس. لكن ازاي الاناناس بياكلك؟ الاناناس بيحتوي على انزيم اسمه البرومالين، وده عبارة عن انزيم قوي جدا بيقدر يكسر البروتينات. عارف ده معناه ايه؟ ان انت لما تاكل الاناناس مش انت بتحس بلسعة وغز في لسانك؟ اهو ده بقى عشان وانت بتاكله الاناناس كمان بياكلك، لان الاناناس بيهضم لسانك حرفيا. وعشان كده لو كترت من اكله مره واحده هتلاقي لسانك بيوجعك وكأن حد حكه بورقه صنفره. ولكن لحسن الحظ انسجه اللسان بتتجدد اسرع بكتير من باقي انسجه.